شوف يا كريم، احنا النهارده بنفرح مش بس عشان النتيجه والفوز، لا هي نتيجه غير مسبوقه. يعني لما تيجي تتكلم عن فريق الترجي، فريق الترجي ما اعتقدش ان هو اتعمل فيه السكور ده من اي فريق اخر. فانت لما تيجي تتكلم مباراه ناجحه جدا، كانت كمان مباراه اكثر من رائعه فنيا، وفي نفس الوقت النتيجه، وفي نفس الوقت مش على ارضك، وفي نفس الوقت حتى لو مش وسط جمهور المنافس، بس برضو الاجواء كلها مش اللي هي الاجواء بتاعت بيتك. فما بالك ان شاء الله يا كريم في الاياب. طبعا احنا لسه ما نقدرش نقول ان احنا حققنا المرجو لان لسه في مباراه الاياب، ولكن سو فار زي ما بيقولوا سو جود، مباراه رائعه جدا، حققنا الفوز في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام فريق تقيل، الترجي فريق تقيل جدا. كنت حضراتكم فاكرين، وانت فاكر يا كريم، كنا بنقرا بعض الاراء والتوقعات، ناس كتير كانت قالت لك لا 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 انسى انسى الاهلي والترجي، هتروح هتشوفوا السكور اللي هيجي فيكم ده لو ما كانش هاي سكور. هو كان هاي سكور فعلا، بس احنا اللي حققناه. فهي دي النقطه، تالق غير عادي من عندك كذا لعيب يا كريم. الشناوي كان متالق جدا، بيرس تاو، الناس اللي كانت بتشكك فيه مش من جماهير النادي الاهلي، من الخارج، كانت تقول لك ايه بيرس تاو ده، ايه الصفقه دي؟ الصفقه دي اللي بترد على الارض، احنا ما عندناش حد بيرد بنفس الاسلوب او بنفس الطريقه، احنا بنرد دايما على الارض. بيرس تاو تالق غير عادي، هدفين رائعين، كهربا هدفين، هدف برضو رائع، لا تالق غير عادي. لعيب الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه زي ما بيتقال، بذلوا مجهود كبير جدا خلال المباراه، ما حسيتش ان في لاعب مثلا في نص المباراه بيتعب، بيبطأ، ما بيديش الطاقه الكامله في الملعب، لا ده ما حصلش. وما نجحوا في تنفيذ كمان تعليمات الجهاز الفني، وكل مره مارسيل كولر بياكد لنا ان هو مدير فني يعني محترف. طبعا الراجل ده طبعا فعلا عنده فكر، الراجل ده مش بيبص للمباراه فقط، بيبص دايما لقدام، الراجل ده بيقدر ان هو يطلع الافضل في كل لاعب، حتى اللي كان مستواهم مش الافضل في الفتره السابقه عن يعني قدومه وبدء عمله في النادي الاهلي، هو قدر ان هو يرجعهم للمستوى اللي كانوا فيه واحسن كمان. ان شاء الله املنا كبير جدا زي ما كنت بقول في الماتش اللي جاي في القاهره، علينا على الفوز ببطوله افريقيا للمره ال11 يعني طبعا في تاريخ النادي الاهلي، وهي برده بالمناسبه سكور غير مسبوق. لو احنا هنيجي نتكلم عن نقارن نفسنا باقرب منافس لينا، يعني ساعتها هنقدر فعلا نحتفل وهنقول مبروك بشكل كامل. المباراه الجايه محتاجه من دلوقتي اجتهاد كبير، دفاع قوي، تخليص الماتش بالتسجيل طبعا من بدايته زي ما الاهلي معودنا في الماتشات الثقيله اللي بيحب ان هو يحسمها من الدقائق الاولى. اعتقد ده هيبقى اسهل كمان يا كريم عشان ما نصعبش الامور على نفسنا على مدار طبعا المباراه. الكره في الاول وفي الاخر زي ما بيتقال ملهاش كبير، ملهاش حسابات منطقيه، مفيش منطق في كره القدم، وده اثبتته الكره العالميه كمان. فلازم نقفل تماما الصفحه دي، بس انتوا اقفلوها كلعيبه وكجهاز فني واداري، احنا كجماهير هنفرح لغايه ان شاء الله مباراه يعني الاياب، كل التوفيق. لكن احنا طبعا بنقول كده بطاقه التاهل للدور النهائي ما زالت برضو معلقه لحد مباراه الاياب، نتمنى التوفيق باذن الله للنادي الاهلي.